أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب. فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه. محكمة الضمير. التأليف أحمد السيد. محكمة الضمير. الإخراج محمد غزاوي. هدر الطاقة. من الذي يطرق باب ساحتنا حضرة المدعي؟ إنه الشيطان يا سيد الضمير، كعادته يحاول اقتحام ساحتنا كي يبث سمومه ثم يعود أدراجه. منذ متى كنا نخشى من مواجهته حضرة المدعي؟ لا نخشى منه شيئا يا سيدي، ولكن لا نريد إضاعة وقتنا في ثرثراته الشيطانية. قد تدلنا ثرثراته على مشكلة ضميرية نحن غافلون عنها. بماذا تأمرني يا سيد الضمير؟ افتح له الباب واستمع لثرثراتي. أمرك يا سيدي. سمعتك شو كنت عم تحكي مع سيدك الضمير. شو بدك من ساحتنا يا شيطان؟ بدي احكي مع الضمير جوز كلام. قول شو بدك. بدي الضمير يسمعني. قل ما لديك أيها الشيطان فأنا أسمعك. تفضل واجهني حتى قلك شو عندي. سيدي الضمير ما بيقابل الشيطان. اهدأ اهدأ يا حضرة المدعي وأنا سأخرج لمقابلتي. أنا أمامك أيها الشيطان، قل ما لديك. بيسعدني إني شوفك وش لوش، والحقيقة إلك هيبة. إيه، شو بدك تقول؟ اطمن حضرة الضمير، أنا مالي جاي سرسر، أنا جاي إلك حقيقة. من مكتبة الإذاعة السورية. وعم تكلف الدولة مليارات الليرات. وشو هي العقائق يلي عندك؟ انت مركز على موضوع الكهرباء وهدر الطاقة والسرقة. صح الكلام. بس انا دخلت لعقول كتير من الناس واقنعتهم بالعكس. انه يكذب يا سيدي الضمير. انا رح اثبت لك هالشي، واذا بدك تعال معي وشوف بعينك شو يلي عم يصير بالطاقة الكهربائية. شو رأيك حضرة الضمير؟ موافق.
هل سترافق الشيطان يا سيد الضمير؟ أريد الحقيقة حضرة المدعي، هيا تجهز لمرافقتي أيضا. أمرك يا سيدي. شايف المدينة بالليل يا حضرة الضمير؟ شوف الأنوار شو بتعطيها حلاوة. ايه سيدي، أنا هلأ رح خلي هالأضواء كلها تنطفى ويعم الظلام بهالشارع الحلو. شو رأيك حضرة الضمير؟ شو رح تعمل؟ خليك هون ورح غيب عنك نص ساعة. عن إذنك. هل فهمت شيئا حضرة المدعي؟ أخشى أن تكون لعبة من ألاعيبه الشيطانية يا سيد الضمير. سننتظر ونراقب. ما هذا حضرة المدعي؟ لقد قطع التيار الكهربائي عن الشارع وأصبحنا في ظلام دامس. هل تعتقد بأنها لعبة من الشيطان؟ هو قادم إلينا. شو رأيك حضرة الضمير؟ هي قطعت الكهرباء عن الشارع. شو يا اللي عملته يا شيطان؟ بسيطة، بهالنص ساعة رحت وسوست لخمس سيدات وثلاث رجال منشان يتمتعوا بالأجهزة الكهربائية، يعني الستات شغلوا مكانس الكهرباء والغسالات والمكاوي وسخانات المي، والرجال شغلوا أضواء البيت والتلفزيونات، وفي قسم منهم عم يسرقوا كهرباء، وهذا اللي صار وانقطع التيار وصار الشارع عتم. فعلا إنك شيطان. تعال معي حضرة الضمير، رح ورجيك شي بده يفاجئك. هل ستذهب معه يا سيد الضمير؟ تعال معنا حضرة المدعي، سنتابعه حتى النهاية. مفيد، انت مالك علاقة فيني، انا بغسل وبكوي امتى ما بدي. لا حول ولا قوة الا بالله يا بنت الحلال. يا بنت الحلال، الغسيل والكوي ما بيصير بوقت الذروة، لانه بهالوقت رح تتأذى الشبكة اذا صار عليها حمل كبير. دخيلك انت التاني، يعني وقفت علي بس؟ إيه كل جاراتي عم يغسلوا ويكووا المساء، لأنه الصبح بيكون البيت قايم قاعد. يعني مصرة على عنادك ولازم تغسلي وتكوي؟ إيه نعم مصرة، وبترجاك لا تتدخل بشغل النسوان. حاضر، عن إذنك أنا رايح لعند أهلي. برافو عليك يا سميرة. اسمعي كلام شيطانك ولا تردي على جوزك، لأنه الكهرباء خلقت من شان نتمتع فيها. ليش مين قالك أني عم اسمع كلامه؟ وهي رح شغل المكيف كمان بالجكر فيه.
سمعتني شو وسوست لسميرة حضرة الضمير؟ سمعت. تفضل معي حضرة الضمير لورجيك حالة تاني. وينك يا حنان؟ أهلين محمود، يعطيك العافية. الله يعافيكي. شو هالعلبة اللي معك؟ هاي صوبية كهرباء 3000 شمعة مع توربين، رح تقضي على البرد نهائيا بالبيت. أوف 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 أوف، وكيف سخيت تجيبها؟ أنت عم بتنق علينا لما تدفع فاتورة الكهرباء وتقول خربتولي بيتي. يا ستي هالمرة ما رح نق، لأني هالمرة أخذت خط كهرباء سرقة من الشبكة العامة، بقى شغليها ليل نهار على حساب الحكومة. بس محمود هي ما فيها مسؤولية؟ دخيلك ومين رح يكشفها؟ هاي جارنا حسان صار له 3 سنين عم يشتغل هالشغلة وما حدا كشفه. اي والله عم تحكي مزبوط، مرته هداك اليوم حكت لي هالحكي. خدي حنان حطيها بفيش الكهرباء فورا ولا تطفيها بنوب. يا عين عليك يا محمود، هيك أصول الشغل. جارك حسان مو أحسن منك؟ يلا روح روح شغل سخان الحمام وخليه شغال 24 ساعة. سيدي ضمير، يبدو أن الشيطان قد صال وجال في بعض النفوس الضعيفة. لنتابع مع الشيطان حضرة المدعي. امشوا معي. شو عم تعمل جار؟ شوفت عينك، عم ركب بالجكتورات على مدخل البناية. لأنه اللمبة تبع البلدية محروقة ولهلأ ما بدلوها. طيب وليش ما نبدل لمبة بلدية وبلاها هالبنجكتورات؟ أولا هدول رح يضوي الحارة كلها، ثانيا البلدية ما رح تبدل اللمبة، وإذا بدلتها رح تحترق بعد كم يوم. أيوة. طيب وعلى حساب مين مصروف الكهرباء تبع البنجكتورات؟ على حساب الحكومة. أيوة. معلم أنا رح وصلهم على الخط العام. أنا يلي أوحيت لهالشخص حتى يعمل هالعملة. حضرة المدعي، اذهب إلى هذا الشخص ونبهه إلى خطورة عمله. أمنك يا سيد الضمير. انت بتعرف بانك عم تسرق المال العام؟ ليش مين حضرتك حتى تقتحم ساكرتي وتحكي معي هالحكي؟ انا المدعي بساحة الضمير. روح عمي روح، روح شوف السرقات يلي معبي البلد. انت بعملك هاد عم تأذي الشبكة العامة، ممكن تحرم غيرك من نعمة الكهرباء. اي وين المشكلة؟ هاي الحكومة موجودة وكل ما صار عطل بالشبكة هي مجبورة بتصليحه. لا تتهور يا مواطن. إيه لا سيدي بدي اتهور، وإذا بتريد
اطلع من ذاكرتي وخليني كمل شغلي. لا تعذب حالك حضرة الضمير، هدول ما رح يسمعوا كلامك، هدول بيسمعوا كلامي أنا وبس. لوين أخذنا يا شيطان؟ على فيلا واحد اسمه حازم، اليوم عيد ميلاد بنته، رح ورجيك الهدر والإسراف الكهرباء. من مكتبة الإذاعة السورية بتوجيهاتي أنا. أهلين بالشيطان الظريف، صار لي زمان ما شفتك. أنا معك على طول. اللي شو بدك مني؟ هلأ اليوم عيد ميلاد بنتك ما هيك؟ صحيح. وليش مالك مشغل الإنارة والمكيفات والسخانات وأضواء المسبح والكشافات الخارجية؟ لأنه ما في ضرورة إلهم. المهم أنا مشغل الإنارة الداخلية بس. يعني بدك بنتك تفرح على العتم؟ ولك اسمع مني، مشغل كل شيء بالفيلا مشان تضوي. لا لا ما في داعي، اصلا المعازيم قلال. ولك يا اجدى، لا تكون خايف تطلع فاتوره الكهرباء كبيره. ايه مزبوط، وليش هالبعزقه؟ هي مو اسمها بعزقه، هي فرحه، ولازم هالفرحه تكون مضوايه والمعازيم مبسوطين، وأهم شي بنتك لازم تكون مبسوطة. مظبوط، عم تحكي مظبوط. تعال يا أبو حسن. حاضر معلم. شغل كل هالسخانات والمكيفات بالفيلا، وضوي المسبح والكشافات، لا تترك ولا لمبة بالفيلا إلا تشغلها. حاضر معلم فورا. شفت يا حضرة الضمير شو يلي عملته؟ حضرة المدعي، تحرك باتجاه حازم. أمرك سيدي الضمير. ما رح تستفيد شيء، لأنه تأثيري أكبر من تأثيرك عليه. حازم، الشيء اللي عم تعمله جريمة بحق شبكة الكهرباء. وانت شو دخلك؟ أنا عم أدفع حق الكهرباء يلي عم استهلكها. بس هيك انت عم تحرم الناس من نعمة الكهرباء. ما لي علاقة بالناس، المهم بنتي تنبسط بعيد ميلادها. انت عم تخون ضميرك يا حازم. بلا ضمير بلا ضراب السخن، حل عني وخليني مبسوط مع فرحتي ببنتي. ايه حضرة الضمير، هلا رح نرتاح شوي وبعدين رح نرجع على نفس البيوت وورجيك شو صار. خليك معي. Thank you.
شو مفيد؟ هاي الكهرباء صار لها 6 ساعات مقطوعة، شو بدي أعمل ولسه ما خلصت غسيل ولا حتى كوي؟ والله يا ست سميرة، يلي بده يهدر كهرباء بده يتحمل النتائج. هلأ هذا اللي طلع معك؟ ولك اتصل بطوارئ الكهرباء، خبرهم، خليهم يجوا يصلحوا العطل. ومين قالك إني ما اتصلت؟ اتصلت وقالوا لي إنه المحولة مضروبة بسبب زيادة الحمولة وبدها 3 أيام حتى يبدلوها. شفتي يا سميرة شو اللي عملتي انت وامثالك؟ هي تسببتي بتعطيل المحولة يلي بتكلف الدولة ملايين ليرات لشان عنادك وقلة تدبيرك. يعني شو كان لازم اعمل؟ يا ست سميرة، بوقت الذروة يلي هي بين الساعة 5 والساعة 10 مساء لازم ما تغسلي ولا تشغلي اي اداة كهربائية، وتبرمجي شغلك بحيث ما تحملي الشبكة أكثر من استطاعتها. يعني أنا سبب هالمشكلة وأنا اللي خسرت الدولة كل هالمبالغ؟ إيه نعم، أنت وأمثالك من المستهترين يلي عملتوا هالشي هاد. تعرفي يا سميرة أنه تشغيل الغسالة بس رح يحرم 5 بيوت من الإنارة؟ فكيف إذا شغلت الغسالة والسخان والمكيفات والإنارة؟ فكري بكلامي وشوفي حالك شو اللي عملتيه بالشبكة. أنا آسفة، عن جد أنا آسفة، ما كنت متوقع يصير هالشي. تعال يا حضرة الضمير لورجيك شو صار عند محمود. بيت محمود عم يحترق. طبعا عم يحترق، لأنه محمود أخذ مرته وولاده ليسهروا ببيت أحمد وتركوا صوبية الكهرباء شغالة مشان يرجعوا يلاقوا البيت دفيان. وبغيابهم يا سيدي صار الحريق. بقى شو رأيك بعملتي؟ خرب بيتنا يا حنان، البيت راح ما بقي منه شيء. قلت لك بلا ما نترك الصوب يا شغاله ما سمعت. خلص حنان، خلص انا ندمان، والله ندمان. بعد شو يا محمود بعد ما انحرق بيتك وصار يلي صار؟ اتركوا حضرة المدعي، ما بقى إلك دور بعد ما صار يلي صار. ضميري عم يعذبني. أنا غلطان وأنا اللي خربت بيتي بإيدي. أنت صاحب البيت المحروق؟ إيه سيدي، أنا العقيد رامس من قسم الشرطة. خير سيدي، شو بتريد مني؟ في ادعاء عليك من قبل مؤسسة الكهرباء لأنك عم تستجر التيار الكهربائي بطريقة غير نظامية، لهيك أنت مقبوض عليك. تفضل معي. بس أنا مخروب بيتي سيدي. أنت السبب لأنك متهور وسارق كهرباء كمان. تفضل. والله مخروب بيتي. Oh,
أهلا وسهلا أمور. أنا من مؤسسة الكهرباء، إذا ممكن تعطيني هويتك. وليش بدك هويتي بقى؟ لأنك واصل البنجكتورات على الشبكة العامة، وهذا اسمه سرقة واعتداء على الشبكة. أيوه، ومين اللي فسد علي معلم؟ أنا اللي خبرت المؤسسة جار، لأنك آزيتنا وحاولت أكثر من مرة أمنعك وأنت ما سمعت. يا حيف على هيك جيري، يا حيف. بس أنا بورجيك. إيه مالي خايف منك، روح عمل اللي بدك يا. المهم أنا ريحت ضميري وخبرت المؤسسة بالشي اللي عملته حضرتك. إذا بتريد عطيني هويتك منشان نعمل الضبط. حاضر. شفت يا حضرة الضمير، هذا الشخص اللي خبر المؤسسة هو الوحيد اللي ما خان ضميره. طبعا، لأنه مواطن شريف وصالح. ما بيهمني هالشي، المهم أنا عملت يلي بدي إياه. أكيد هلأ بدك تأخذنا على الفيلا تبع حازم. طبعا، اتفضل لورجيك شو صار بعيد الفيلا. شو حازم طمني؟ إجوا جماعة الكهرباء؟ إيه وداد إجوا. وليش ما وصلوا الكهرباء مشان نكمل حفلتنا؟ شغلتنا كبيرة يا وداد. خير شو في؟ لأنه شغلنا كل الإنارة والمكيفات بالفيلا، صار في ضغط على كابل الكهرباء الرئيسي يلي بيغذي الفيلا. إيه وشو صار؟ صار كتير، احترق الكابل وانضرب عداد الكهرباء، والأنكة من هيك انضربت المحولة وانقطعت الكهرباء عن كل جيراننا. يعني نحن السبب حازم؟ ايه ستي نحن السبب، ورح تكلفنا على القصة أكثر من 2,000,000 ليرة. شفت يا حازم نتيجة تهورك وعدم تقديرك للشي اللي عملته؟ معك حق يا سيدي. لما نبهتك وقلت لك انت عم ترتكب جريمة، قلت لي انت عم تدفع الكهرباء يلي عم تستهلكها. صحيح هالكلام. شوف النتيجة يا حازم، رح تتكلف بأكثر من 2,000,000 ليرة، وأكيد مؤسسة الكهرباء رح تطالبك بالعطل يلي صار على المحولة بسببك، وبنفس الوقت جيرانك حقدوا عليك وحملوك المسؤولية. أنا ندمان يا سيدي. وهي حفلة بنتك انتزعت وصار لازم يعملوها على ضو الشموع. ما قلي يا حازم، قلي لو شغلت ضميرك شوي ما كنت انت بغنى عن كل هالمشاكل. مظبوط، ايه معك حق سيدي. مهم يا حضرة الضمير، اقتنعت بإني أشطر منك بإغواء الناس وتخريب بيوتهم وبعادهم عنك. يلي بتبعك رح يدفع الثمن غالي يا شيطان. لحظة حضرة الضمير، لسه في زيارة مهمة لازم أخذك عليها. ولوين هالزيارة؟ كل يلي شفته هو جزء من مشكلة كبيرة عم تعاني منها البلد بسبب التهور وهدر الطاقة. وإذا ما بتصدق تفضل معي لعند المسؤول الكبير تبع الكهرباء. شو يا شباب؟ اللي بدي أقوله
أنه نحن كوزارة للكهرباء عم نتكلف كل يوم بمبلغ مليار ونص المليار ليرة سوري بسبب هدر الطاقة والاستجرار غير المشروع. وهالمبلغ الكبير هاد ممكن لو تم توفيره نستخدمه بمشاريع إنمائية تخدم المواطن والبلد. لهيك يا شباب بدي منكم جميعا تهتموا بموضوع الهدر وتوجهوا طاقاتكم للحد منه وتوعية المواطنين لخطورته على البلد واقتصاد البلد. سمعت يا حضرة الضمير؟ مليار ونص مليار ليرة عم تنهدر يوميا لأنك أنت غايب وأنا حاضر. إيه إيه يا حضرة الضمير، أنت غايب عن نفوس الناس والناس عم تستهتر باقتصاد البلد وتدمر مقدراته. وطبعا هذا الشيء عم يصير لأني أنا حاضر. سمعتني يا حضرة الضمير؟ أنا حاضر وأنا يلي عم يوسوس للمستهترين حتى يدمروا اقتصاد البلد. اتفضل يا حضرة الضمير، هي الشوارع صارت مظلمة، دير بالك وانت ماشي ما تتشرقر بشي. لنعد إلى ساحتنا حضرة المدعي، ولكن قبل ذلك أحضر كل من تسبب في انتهاك الشبكة الكهربائية إلى ساحتنا كي نحاكمهم. أمرك سيدي الضمير. هنا ساحة الضمير ومحكمة العدل الحقيقي لمن يعرف معنى الضمير. نحن في قلب كل إنسان لأننا روح الإنسانية. نحن الضمير روح الإنسانية نعلن افتتاح جلسة اليوم. أين المتهمون في قضية اليوم حضرة المدعي؟ أدخلوا المتهمين إلى قاعة المحكمة. سيدي الضمير، هؤلاء هم المتهمون في تعطيل شبكة الكهرباء، وأنت يا سيدي لديك كل التفاصيل، فلنبدأ بمحاكمتهم. سميرة ومفيد. نعم سيدي. حاضر سيدي. ليش ما سمعتي كلام زوجك وخففتي من استهلاك الكهرباء بوقت الذروة؟ هيك سيدي، لأني متجاكرة منه، لأنه حضرته عم يتدخل بشغلي بالبيت وعالطالعة والنازلة بيقول لي خففي استهلاك الكهرباء. عفوا يا سيدي عفوا، أنا ما كان قصدي وفر بفاتورة الكهرباء، أنا كان قصدي نحافظ على هالنعمة يلي بدونها رح نتكركب وتنتزع حياتنا. شو رأيك بكلام زوجك يا سميرة؟ إيه
سيدي معه حق وصار اللي كان متوقعه وعشنا بالظلام وتسببنا بقطع الكهرباء عن كل الحارة. طيب انت ندمانة على الشيء اللي عملتيه؟ ايه سيدي ندمانة وبوعدكم اني ما بقى اهدر الكهرباء. محمود وحنان تعالوا لهون. حاضر سيدي. شو النتيجة يلي حصدتها من تهورك يا محمود؟ سيدي أنا رح أقول لك. ليكنا هي صفينا بدون بيت لأنه بيتنا احترق وخسرنا كل شيء. كمان في غير شيء بدك تقوله؟ أنا ندمان ندمان يا سيدي وبعتبر حالي مجرم وبستحق أي عقوبة رح تعاقبوني فيها. تعال انت وجارك يا ابو مصطفى. نعم سيدي. نعم سيدي. بتعرف حجم الجريمة اللي ارتكبتها يا ابو مصطفى؟ ايه سيدي بعرف. يا سيدي انا اللي اشتكيت عليه لمؤسسة الكهرباء لانه كان يترك البنجكتورات شغالة ليل نهار وانا كنت نبهه ما كان يسمع كلامي. وانت ندمان يا ابو مصطفى؟ ايه سيدي ندمان، وخصوصا بعد ما انحكمت بغرامة مالية كبيرة ويمكن انحكم بالسجن كمان. تعال يا حازم. أمرك سيدي. شو صار بعيد ميلاد بنتك؟ انتزع عيد الميلاد يا سيدي وخسرت أكثر من 2,000,000 ليرة والجيران اشتكوا علي، وهلأ أنا قدام القانون مسؤول عن تعطيل المحولة الكهربائية ويمكن اتغرم فيها. طيب طيب، وانت يا وداد شو رأيك بالشي اللي صار؟ غلط كبير يا سيدي، وأنا ما كان بدي أعمل هالشي بس هو تهور وصار يلي صار. حضرت المدعي. نعم سيدي الضمير. أوصل المظلمين إلى حاوية القهر والتأنيب. أما نحن الضمير وباسم الرأي العام نقول لكل معتد ومسرف للتيار الكهربائي، تذكروا بأن نعمة الكهرباء هي ملك للجميع وهدرها يعني الاعتداء على حق الجميع، والسطو عليها يعني السطو على ممتلكات الوطن واقتصاده. إننا نحن الضمير نذكركم أيها المستهترون بأن قطاع الكهرباء كان المستهدف الأول من قبل الإرهابيين، لعلمهم بأن هذا القطاع هو عصب الاقتصاد وغايتهم هو تدمير هذا الاقتصاد. لذلك أنتم تقومون
بما قام به الإرهابيون، وعليه فإننا نحن الضمير سنلاحقكم مع القانون لإحباط غاياتكم في تدمير اقتصاد البلد من خلال تدمير وهدر الطاقة الكهربائية. نحذركم أيها المعنيون، فأنتم تحت سلطتنا نحن الضمير، وتحت سلطة القانون الذي لن يرحمكم. ترفع الجلسة. كان معكم في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات أحمد السيد، ريم عبد العزيز، إياس أبو غزالة، محمد خاوندي، مريم علي، هيثم قاسم، جمال نصار، مرشد درغام، فارس الرفاعي، نور خلف، فاضل وفائي، فاطمة أبو عقل، أحمد ملي، بالاشتراك مع الفنانين القديرين رياض نحاس وبسام لطفي. المخرجان المنفذان إبراهيم النجار وفراس عباس. محكمة الضمير. مع التحيات أحمد السيد، محمد غزاوي.